أهلا ومرحبا بكم معنا على موقع بوابة قصر السوق للأخبار المحلية والوطنية. من بين الأشياء الأصيلة في هذا الكتاب هو أنه لأول مرة يفتح النقاش أيضا حول بعض الإشكالات السوسيولوجية، والطبع السوسيولوجي متصلة بالمسرح المغربي، من بينها مثلا قضية علاقة المسرح واليسار المغربي. هذا من بين الموضوعات التي يحاول عزيز بونيس أن يبلور حولها بعض الأفكار الأولية. لماذا أقول أفكار أولية؟ أنه هو نفسه يقر بأن من المشاكل التي يواجهها أي باحث يحاول أن يعيد النظر في تاريخ المسرح المغربي هو مشكل الوثائق. عندما نعود إلى وثائق اليسار المغربي لا نعثر على شيء كثير بخصوص خطابات هذا يعني هذا القطاع أو هذا الجزء من المشهد السياسي المغربي، لا نعثر في أدبياته وفي خطاباته على أشياء كثيرة حول الثقافة وحول المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النشاط اليوم اللي هو توقيع كتب ديال الأكاديميين كي يأتي تتويجا للأعمال المسرحية اللي كتقدمها جمعية المشعل للمسرح والسينما، وكذلك للملتقيات والدورات التكوينية اللي كتنظمها جمعية المشعل للمسرح والسينما كنشاط ثقافي مهم جدا بالنسبة لمنطقة تفيلالت على وجه العموم ومدينة أرفود على وجه الخصوص. باش تحضروا معك أكاديميين في مدينة أرفود هذا شرف لينا، كمثلا الدكتور حسن المنيعي والدكتور بنيت
والدكتور سعيد كريمي والدكتور اليوسفي والدكتور خالد أمين وقوتي إلى غير ذلك والمهتمين بالمجال والحق الثقافي المسرحي بالمدينة. هذا النشاط هذا كيزيدنا واحد الشجاعة وكيزيدنا واحد الإصرار باش أننا إن شاء الله أننا نزيدوا للقدام في المجال المسرحي ونبحثوا، لأننا مازال ما وصلناش، لأننا مازال حاطين يلاه الخطوات الأولى والأقدام الأولى في السلالم الأولى باش أننا نوصلوا لذاك الشيء اللي بغينا بالمسرح في منطقة تافيلالت. شكرا. من بر كنود أنني نوجه أولا الشكر الخاص لموقع قصر السوق الذي لا يبخل على جمعية المشعل للمسرح والسينما بتغطيته الإعلامية. أشكر من هذا المنبر منبر قصر السوق فندق الصلاصل الذي دائما بجانبنا ولا يبخل علينا بكل ما أتي من طاقة من فندق أو إقامة أو مثلا تغذية إلى غير ذلك ماديا ومعنويا. وأود أن أشكر الإعلام، وكذلك أود أن أشكر الدكتور سعيد كريمي الذي يمنحنا العطف والحب والحنان للاستمرارية في هذا الميدان اللي هو ميدان شاق ومليء بالأشواك، اللي هو ميدان المسرح أبو الفنون بكل ما تحمل الكلمة من معنى.